في اغاني خاصه في شهر رمضان الكريم بس اذكر منها حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حل الكيس والدنيا بقى شيش للروح منجيش يا حلو دي واحده ودي كتبها محمد حلاوه ولحنها محمد الموجي واول حد خالص كان يغنيها هي الفنانه الراحله صباح في اغنيه تانيه وحوي يا وحوي الياحه صح طيب اغاني كتير خاصه بشهر رمضان انت بتيجي نعرف في عجاله اغنيتين بس ومصدرهم ايه وخصصهم التاريخيه وحوي يا وحوي الياحه تيجي نرجع مع بعض كده للاسره 17 ايه ده ومال الاسره 17 ومال وحوي يا وحوي الياحه اقول لحضرتك مين الياحه دي هي اياح حتب زوجه الملك العظيم سقن الرع وهي اللي شجعت ابنها احمس اللي يطرد الهكسوس لما القبائل الرعوية اللي جت هنا وسكنت عندنا في شرق الدلتا في أوريس واتخذوا من أوريس عاصمة لها فوحوي يا وحوي تعني في اللغة المصرية القديمة افرحي افرحي يا إلياحة اللي هي إياح حتب اللي هي مين أم أحمس لأنه بيقولوا لها بقى يعني افرحي افرحي إن ابنك أحمس طرد مين الهكسوس طب دي إيه ارتباطها بشهر رمضان المعظم شهر رمضان الكريم ده بقى التراث ده بقى المزج ما بين الحضارات وحوي يا وحوي الياحة اللي هي قالوها وغنوها الياح حتب عشان ابنها طرد الهكسوس بقت أغنية خاصة بشهر رمضان الكريم طب دي واحدة طب التانية حلو يا حلو حلو تعني في اللغة القبطية وفي روايات بتقولك في اللغة المصرية القديمة تعني الشخص المسن الشخص كبير المقام يعني خليفة سلطان ملك حاجة كده كبيرة يعني طب دي برضو مالها ومال شهر رمضان الكريم طب الاول قبل ما اقول لحضرتك القصه تيجي مع بعض نقول كلمات الاغنيه تاني عشان افكرك بيها حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حل الكيس وادينا بقشيش للروح ما نجيش يا حلو الخلافه الفاطميه وتاني وان شاء الله هفرض مع حضراتكم حلقات خاصه بالخلافه الفاطميه لان معظم العادات والتقاليد والامثال الشعبيه المتوارثه جايه من الفتره دي بالذات 358 هجري 567 هجري وقلنا طبعا ان بدأها مين بدأها الخليفة المعز لله الفاطمي ورابع خلفاء الفاطميين هنا في مصر بعد ما بعد جوهر الصقلي 358 هجري وجي بالفعل بناله المنصورية لان القاهرة الاول كانت اسمها المنصورية وفي بعض المصادر زي ابن اياس في بدائع الزور بول المنصورة ولها قصة طبعا مش مجالها ومش وقتها دلوقتي ان احنا نقول ليه تم تغييرها من المنصورية او المنصورة الى القاهرة ان شاء الله هنفرد لها حلقة بعد ما جه وبنى القاهرة وجه المعز لله الفاطمي فقابله المصريين خرجوا المصريين عشان يستقبلوه فلما استقبلوه فقالوا له بقى حلو يا حلو يعني جاءنا الشيخ الكبير جاءنا الملك العظيم جاءنا الوالي حلو يا حلو خلاص الراجل الكبير الخليفة جنة حل الكيس يعني افتح كده بقى قص النقود بتاعك ورش علينا حل الكيس وادينا بقى شيش ادينا مما اعتق الله تمام للروح ما نجيش لا مش هنعمل كده تاني يبقى اذا كان المقصود بها مين الخليفة المعز لدين الله تمام يبقى اذا هذه الاغنية تم تخصيصها لمين للخليفة المعز لله الفاطمي لما جه عشان يزور مصر وكان المقصود بها ان هو يوزع عليهم النقود مش موضوع ارتباطها بهذا الشهر الكريم اذا يبقى احنا ذكرنا قصتين لاغنيتين خصصوا وكرسوا لهذا الشهر الكريم